أحييكم مجددا في فعالية جديدة، فعالية الباحثين السودانيين في محيط اعتصام القيادة العامة. سقطت ما سقطت صابنا يا اخوان. الناس اللي بتابعونا لايف موجودين في الخرطوم هنا ده يجون على القيادة العامة الليلة، دارين الناس تكون كثيرة هنا ده. الجو فيه تراب وملبد بالغيوم، فالناس تكون كثيرة هنا تحرس اعتصامها وتحرس ثورتها عشان ما نتندم، حيث لا ينفع الندم. الزول الراقد في بيته مسي ولا القاعد نايم ولا بتاع، يجي على القيادة العامة. طيب الفترة الفاتت دي من خلال الصبة بتاعتنا هنا في الاعتصام انضموا أكثر من 2000 نفر للمجموعة بتاع الباحثين السودانيين، وفي الأغلب هم انضموا للمبادرات اللي طلعت من المجموعة أو في المنبر هنا ده في خلال الأيام الفاتت. لكن كلهم ما عارفين الباحثين السودانيين دي هي شنو الحاجة الكبيرة بتاعتها وكيف ممكن يستفيدوا منها بأقصى فائدة. المجموعة يا أخواننا عمرها 10 سنوات، تأسست يوم 28/12/2009، وهي بذلك بتكون أقدم وأكبر مجموعة بتاعت أكاديميين وباحثين في الوطن العربي وأفريقيا. في ناس بيعرفوا الباحثون السوريون وبيعرفوا كده، مش كده كل المجموعات دي إحنا أقدم منها. والمجموعة بتعتمد طريقة بتاعت إدارة لا مركزية، بيديروها أكثر من كم 20 مشرف موجودين من نيوزيلندا لحد سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة وما بينهما. أنا سأوريكم كيف الواحد ممكن يستفيد من المجموعة بأقصى فرصة ممكنة. المجموعة يا أخواننا موجودة في الفيسبوك، الواحد لو دخل كتب السودانيز ريسيرشرز إنيشيتيف اللي هي مبادرة الباحثين السودانيين، تمام؟ دي المجموعة هنا ده أسي حاليا ده اللايف بتاعنا ذاته ومبسوس في المجموعة هنا. المجموعة دي يا أخواننا لو لاحظوا هنا ده في من البداية about دي بنلقى فيها المجموعة هدفها شنو والاستراتيجيات بتاعتها وإلى آخره، كل التفاصيل بتاعتها موجودة في about دي. الديسكشن دي هل حتى فيها النقاشات اللي بتتم، زول بيسأل سؤال وبيجاوب عليه زول تاني وبيحصل الياهو القصة بتاعت كل واحد يساعد الزول التاني. لما تعمل انت بوست ما بينزل طوالي، لازم مشرف يصادق عليه. في مشرفين شغالين بجدول بتعهد انه حيكرر 6 ساعات من زمنه في يوم من الاسبوع لانه يراجع البوستات الموجوده. البوستات يا اخواننا هسه انا بس حوريكم لمحه على البوستات الواقفه مستنيه المصادقه. حاليا في 71 بوست، اول امبارح كان في 1000 بوست. البوستات دي معظمها بتكون لايفات، واحد عامل لايف وين، واحد ما عارف عنده شنو، في واحد شنو بيقوم الشباب بيشيروا هو ذاته. زول لما يبدا اللايف زي لايفنا ده احنا سوا قاعد نقول يا اخواننا شير 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 شير، صح؟ في ناس اللايف بتاعه بيكون اول 3 دقائق عباره عن شير 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 شير، صح؟ بيقوم الناس بتشير. المجموعه فيها 474,000 عضو، لو منهم بس 1% شيروا في المجموعه هنا ده هتكون البوستات المستنيه انه يعملوا لها مصادقه تخش البوست أكثر من 447 بوست، مش كده؟ ولا 4700، يعني حاجة كده كثيرة جدا جدا. الكلام ده كله خصما على الزمن الزول اللي عامله. المشكلة الكبيرة في الإشراف والإدارة إنه إخواننا البوست، أنا زول بتاع كمبيوتر ساينس، بيجي زول بينزل له بوست طبي. البوست الطبي ده ممكن يكون كلام فارغ ساي، لا طبي لا شكله طبي لكن ما طبي. المشكلة الثانية إنه في زول بيقوم بينزل له رابط، يعني البوست بتاعه يقول لك في منحة في أستراليا. انت بتمشي تخش لك رابط، الرابط ده بيكون بتاع موقع دعايه، ممكن الرابط ده يكون في موقع فيه فيروسات. فانا كمشرف مسؤوليتي انه الحاجه تنزل في المجموعه دي تكون حاجه امنه للاعضاء، فبمشي اشوف اللينكات دي كلها واراجعها. ثاني حاجه احنا باحثين اهم حاجه انك تضبط لي المراجع بتاعتك، الكلام اللي كتبته ده كاتبه انت بتاعك انت في امضاءك او نقلته من حته ثانيه توريني نقلته من وين. ففي كثير من الاعضاء ما بيلتزموا بضوابط البحث العلمي وبالتالي بيشيلوا الهم ده ويرموه على الادمن، فالادمن ما بيقدر يعالج الكميه بتاعت البوستات دي. يعني في 6 ساعات بتاعتي انا ده في الاسبوع ما حقدر اراجع عليها 2000 بوست، صح؟ بالتالي البوستات بتتراكم. اول حاجه بنقول للاعضاء لما تخش المجموعه انت كباحث اول حاجه تعملها شنو؟ ابحث جوا المجموعه. لو انت عززها من برنامج بتاع لغه انجليزيه، عززها من منحه دراسيه، اكتب في المجموعه هنا ده في صندوق، تمام؟
الزول بيكون يعني ما بيقدر يراجع كل البوستات دي. اول حته تمشي لها وين؟ حته البحث، لان مجموعه عمرها 10 سنوات وعدد الاعضاء فيها كبير، ونحن سودانيين معظم الاعضاء موجودين في السودان هنا ده، يعني اكثر من 200 الف عضو موجودين في السودان. معظم الناس في السودان بيسالوا من منحه دراسيه، بيسالوا من برنامج تاع انجليزي، وفي قليلين بيسالوا في اسئله متخصصه. يبقى بالتالي انت ما حتسال سؤال في الغالب، يعني 80-90% ما حتسال سؤال جديد، هتسال سؤال قبل كده سالوا زول قبلك. الليله الهوا شويه كده يا اخواننا، ان شاء الله ما يجي هوا يعني. لا انا بجيب الهواء ان شاء الله. ان شاء الله طبعا الخير، ان شاء الله نجي ان شاء الله. مدنيو يبقى بالتالي انت اول حاجه تسال منها شنو؟ تسال المجموعه نفسها، تكتب في البحث انه والله يا اخي انا داير حاجه فلانيه. نمره 2، كيف تستفيد باقصى درجه من مجموعه المبادره الباحثين السودانيين في ملف مرجعي؟ الملف ده موجود وين؟ في الملفات بتاعه المجموعه. ملفات المجموعه يا اخواننا بنلقاها وين؟ لو عينا في الشمال هنا ده، about discussion chats announcement members events videos photos files. files دي لما نمشيها، لما نمشي files هنلقى ملف اسمه SRF groups. الملف هون ده يعني لو شفتوه اسمه SRF groups وبالتاريخ، نحن بنوري اخر تحديث للملف ده. الملف ده جواه في شنو؟ هنا ده مكتوب فيه كالتالي: المجموعات والقنوات الوليدة من مجموعة الباحثين السودانيين. يحتوي هذا الملف على كل المجموعات الفرعية من مجموعة الباحثين السودانيين، نرجو متابعة الملف باستمرار. نمرة 1، فيه رابط لسياسة وقوانين مجموعة الباحثين السودانيين. الزول لما نيجي داخل المجموعة في 3 أسئلة بنسألهم له: نمرة 1، ماذا تريد أن تستفيد من الباحثين؟ نمرة 2، ماذا تريد أن تفيد الباحثين؟ نمرة 3، هل أنت ملتزم؟ هل انت ملتزم بقوانين المجموعه؟ دي 3 حاجات. لو كنت ملتزم تمام، معناه انت قريت القوانين. بكل اسف بنجي نلقى في البوستات الناس ما ملتزمه بالقوانين، معناه ما قريتها صح. واسهل حاجه تعمل لك ايميل ولا تعمل لك حساب بتاع فيسبوك ويقول لك يا اخي هل انت متفق مع السياسه بتاعت، تقول هاي انت ما قريتها صح. لكن مهم جدا يا اخواننا في المجموعه عشان نقدر نفيد بعض، نقرا القوانين والسياسه واللوائح تحت النشر. في بوستات كثيره يا اخواننا فيها حاجات شخصيه، فيها حاجات دينيه، فيها حاجات سياسيه، فيها حاجات يعني عارفين البوست ده لو نزل يعني مثلا الواطه مسطحه ولا كرويه. ده بوست الزول لما يكون كده فاضي ما عنده زمن، ده يجور زمن بالناس طوال بيسال السؤال ده. بيجوك فريقين كده اللي هم اللي اسمهم الكرييشنست والايفوليوشنست، مدرستين موجودين من قدم التاريخ، بيجوا يترادموا في البداع وبعد شويه الموضوع بيطلع من موضوع علمي لموضوع شخصي انت وما اعرف شنو، والنبذ بعد شويه بيبقى اشكال والوان. فنحن اخواننا دايرين نفيد بعض، المجموعه دي ما عاملين على اساس انه نضر بعض، دايرين نفيد بعض. نمره 3، ارشادات اضافيه. ارشادات اضافيه دي فيها عصاره الطريقه بتاعت تطرح سؤال كيف. في ادمن اسمه هشام موسى موجود في نيوزيلندا وباحث من اكثر الناس العمل والرد على اسئله في موقع اسمه كوره. موقع كوره ده يا اخواننا موقع بتاع اسئله واجوبه مبنيه على العلم والبحث والتجارب الشخصيه. افضل موقع، اكثر زول انفلوينشر قدم اسئله علميه في الجين اكسبريشن والبايوانفورماتكس هو شاموزه ده. يعني اكثر زول في موقع بتاع اسئله مفيده جاوب هو شاموزه. قال يا اخواننا انا اوريكم كيف المفروض الزول يسال سؤال بحيث انه يجاوب عليك اجابه مفيده. خدتها في حته اسمها ارشادات اضافيه، تمام؟ الملف ده يا اخواننا ملف مرجعي، لو شفته انت قريته ما المفروض تجي تسال يا اخواننا دار لي منحه بتاعت كوريا، دار لي منحه في فرنسا، ليه؟ هنشوف بس في الملف. الملف فيه المشرفين بتوع المجموعه كلهم مؤهلاتهم من شنو؟ من ده انور فتح الرحمن، احمد ضبع الله، بكريوس هندسه حاسب، اهتماماتي البحثيه شنو؟ وانا مشرف على ياتو جروب، مشرف على المجموعة الرئيسية ومهتم بالشراكات بتاعت الباحثين إلى آخره. نمرة 2، بروفيسور سعاد صادق بدري، بروفيسور بجامعة الأحفاد موجودة في كندا، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بتاعتها في الجغرافيا في الطاقة، ومشرفة على مجموعات من ضمنها مجموعة الإرشاد الأكاديمي. لو أنت عندك حاجة داير إرشاد أكاديمي، بروفيسور سعاد دي أحسن زول يساعدك في الموضوع ده. داير تكتب لك بيرسونال ستيتمنت،
داير تكتب لك اسمه شنو ده اسمه شنو تقول عليه شنو داير تكتب لك ريكومنديشن بروبوزل وعندها فيديو عامله وموجود في القناه بتاعت الباحثين السودانيين عن انك كيف تكتب الستيتمنت بتاعك بتاع البحث. فاخواننا الناس موجودين انت بس داير تصلهم بصوره مباشره. دي بروفيسور سعاد صادق بدري, دكتور هشام الضي موسى, دكتوره سناء صدق جميل, دكتورة سناء دي دكتورة بتاع الصيدلة في جامعة الخرطوم ضمن الاستاف بتاعهم, سارة عادل سيد أحمد مهندسة مختصة في الطاقة البديلة. سارة دي أخوانا قفلت الآيلتس جابت 9 من 9 ضبط في الامتحان بتاع الآيلتس. مش كده وبس, قامت عملت فيديوهات عن إنك كيف تجيب درجة عالية في الآيلتس وخدتها موجودة في الباحثين السودانيين في المجموعة بتاعتنا في اليوتيوب في القناة بتاعتنا في اليوتيوب. مش كده وبس, كل شهر الناس الممتحنين الشهر الجاي بتعمل معاهم مراجعة الشهر ده عن انك كيف تجيب سكور عالي. وعندنا معهد هنا ده في الخرطوم جنوب حديقة القرشي متعاونين معاه بتلموا فيه الباحثين بتوعنا الممتحنين الشهر الجاي بتقعد تراجع معاهم كل يوم جمعة. فما في شيء بخلي الزول يجي يقول والله يا اخي قال لي جبت لكم الزيت في الايلتس والله دي كل ما عارف شنو 10 جيجا يا اخي 10 جيجا بتاع شنو؟ انت الزول اجاب السكور الفل قاعد هو ده يساعدك وداري يساعدك بطريقه منهجيه تساعد يعني تنفعك. ما في شيء مخليك تمشي تزعل صح؟ يا اخوانا الموارد بتاعت اللغه الانجليزيه او الموارد بتاعت الكتب جبت لكم مكتبه فيها مليون كتاب وبتاع ما حتقراها بكل اسف. مليون كتاب في في في, في اللابتوب بتاعك ما حتقراهم. لا دي حاجه يعني درسوها علماء النفس اسمها ذا بارادوكس اوف تشويس اللي هو التناقض الخيارات. واي مور از ليس, ليه لما يكون عندك خيارات اكثر انت بتكون اقل حظا في انك تاخذ الاحسن افضل منهم. يعني افضل يكون عندك كتاب واحد تقراه مما يكون عندك 100 كتاب. والاحصائيات بتوري انه والله يا اخي في الوطن العربي بتاعنا ده ولا في افريقيا ولا كده المعدل بتاع قراءه الفرد يعني تكاد تكون 0%. يعني لما تسال الناس يا اخواننا انتوا باحثين بتكونوا بتقروا كل شهر وكده, لكن في ناس كتير تسالهم اخر مره قريت لك كتاب من الغلاف للغلاف 200 تلقاه ما قرا كتاب مش كده؟ يبقى حكايه انه انا اعلم كتب كثيره ده جزء من ثقافه الفقر اللي هو انه والله لو عندك علبه فاضيه كده بدل ما تقعد تقول لك والله احتمال تنفعني صح؟ تلقى المخزن مليان فل ما اعرف كرسي فيه ثلاثه رجلين وترابيزه ما اعرف عامله كيف وبتاع لكن ما هستفيد منه قاعدين مكدسين على اساس احتمال استفيد منه مش كده؟ فانت بتشيل تخزن في الكتب على اساس ان احتمال اقراها صح؟ وما حد اقراها يا اخي نزل لك كتاب واحد اقراه. فالبوستات الزول اللي بيجي بيقول جايب لكم الزيت البوست بتاعه تلقاه فيه 1000 موقع وبتاع يا اخي انت ما قاعد تفيد الناس. اقرا كتاب واحد وتعال اعمل لك لايف فيديو ولا اعمل لك بوست عنه الكلام ده مفيد اكثر 1,000,000% من انك تجيب لي بوست فيه 1000 بوست مش كده؟ ده خالد الشفيع خضر. خالد الشفيع خضر ده هو المطور الاساسي بتاع الباحثين السودانيين. خالد ده حاليا هو CTO اللي هو Chief Technical Officer بتاع الشركة بتاع السوفتوير نمرة 1 في كوريا الجنوبية. خالد ده عامل له قناة تعليمية للبرمجة. أنا شخصيا ما شفت لي زول بيعلم برمجة أفضل من خالد ده ما شفته تمام؟ والفيديوهات بتاعته منزلة والقناة بتاعته موجودة انتوا عارفين لأنه ما في ناس بيستهلكوها مننا نحن. الزول ده مش هنزل بورسات كورسات في يوديمي في حته تاني تماما بلاتفورم مختلفه تماما يستفيدوا منها. والزول ده مدرب في المبادره بتاعت مليون مبرمج بتاعت محمد بن راشد دي. احنا ما الناس ما قاعدين يستفيدوا منه ليه؟ لانه ما قاعد تتبع الخطوات بحيث انها تستفيد من المجموعه بافضل طريقه. احنا يا اخواننا طالعين لخدمه الناس بيهمنا جدا الناس تستفيد لانه لو انت بتخدم وما في زول داري يستقبل منك انت ما منك فايده صح؟ الموضوع اثنين يعني. ده خالد الشفيع خضر, ده هشام يوسف حسن في اللي هو اي في البحرين هسه حاليا. وهشام يعني عنده دكتوراه في الوراثه الجزيئيه. الاء الطيب, نعمه الله الفاتح الحمر. نعمه الله دي من الناس اللي عملوا يعني فيديو عن دراسه السودانيات الكنداكات في الخارج وكيف هي ومعاه دكتوره ثانيه اسمها لينا. لينا بتعمل دكتوراه في امريكا ونعمه كان بتعمل دكتوراه في اليابان. الاثنين عملوا فيديو عن كيف حياه السودانيات برا وكده وبتاع على اساس انه في ناس هنا الواحد تلقاه متوجسه ما عايز تمشي جاتها فرصه بتاعت منحه لكن ما عايز تمشي صح؟ في فيديو مرجعي والناس زي اللي رجعوا ليهم اسالوهم يا اخواننا انا اعمل شنو في الحاجه الفلانيه؟ هل لو جاتني فرصه انا براي امشي ولا ما امشي؟
الملف ده قديم شويه يعني ما فيه المشرفين الاسل حاليين، لكن استيل فيه والناس اللي ممكن تستفيدوا منه وموجودين. اي زول عندنا اخواننا موجود في المجموعه كان ادمين مشرف، الزول ده ما لما يخلي الاشراف ما بيمشي قاعد، بالتالي لسه الفائده بتاعته ممكن تستفيد منه. تمام. اميمه هاشم عبد المطلب، دكتوره اميمه دي عندها دكتوراه في هندسه الانشاءات وعضو في المكتب التنفيذي بتاع المهندسين الكنديين، بتجي من كندا بتعمل هنا ده المؤتمر السنوي بتاع الباحثين السودانيين. اخر مره عملناه في 2017 بالتعاون مع جامعه النيلين، كان عن الاستدامه في البحوث الهندسيه. ونعم دكتوره اميمه هاشم عبد المطلب، اميمه هاشم عبد المطلب موجوده وبتساعد برضو الناس في المنح الدراسيه وفي الاشراف وفي غيره. بعد ذاك ده كله انا بتكلم عن المشرفين يا اخوانا، لسه اتكلمت عن المجموعات. تمام. بعد ذاك في عمر محمد ادم الامام، عمر تقريبا حيناقش الدكتوراه بتاعته في الاداره، وهو من المدراء بتوع الاتش ار في سيجا هنا، متخصص في الموارد البشريه، وبرضه زول من الناس اللي ممكن تساله من السي في بتاعي، ممكن تساله من الكارير ديفلوبمنت الى اخره، برضه موجود. مصعب علي عوض الكريم بيعمل في اثنين دكتوراه في المانيا وفي ايطاليا، مجاله المختبرات، متخصص في الجينات. مصعب ده هو العامل لنا الشراكه ما بين الباحثين السودانيين ومنظمه او شبكه بتاعت بحث علمي اسمها تريندين افريكا. تريندين افريكا فيها 10 اعضاء من الاعضاء بتوعنا عندهم جائزه نوبل. هو استضاف لنا اثنين منهم، احنا في الباحثين السودانيين استضفنا اثنين حائزين على جائزه نوبل. والفيديوهات بتاعتهم موجوده في اليوتيوب، الناس ممكن ترجع عليها، واحد في الطب والثاني في الكيمياء. تمام؟ قاسم منتصر الطيب، قاسم متخصص في النانو تكنولوجي، وحاليا بيعمل في دكتوراه في جامعه تكساس اي ان ام ما بين قطر وامريكا، وبرضه من الناس اللي بيساعد في موضوع الايلتس لانه بيدرس برضه انجليزي وكده، وهو من الحاصلين على منحه فولول برايت الامريكيه، برضه من الخريجين بتوع فولول برايت وعندهم رابطه هنا في السودان. فاي حاجه لها علاقه بالمنح الدراسيه في امريكا وبتاع، قاسم ده افضل زول. وقاسم ده بروفيسور منتصر الطيب بتاع مبادره جامعه الخرطوم، وبروفيسور منتصر الطيب كان من الناس اللي عملوا يعني اللي كان مضيفين لاول زول حايز على جائزه نوبل استضفناه ونحن. تمام. قاسم منتصر الطيب، محمد صبري جمال بيعمل دكتوراه في اسبانيا، بالتالي اي زول ده رزق من منح في اسبانيا ولا بتاع، محمد صبري ده افضل زول ممكن تساله. تمام. حسن عبد الله استاذ جامعه الرمان الاسلاميه بيعمل دكتوراه في جنوب افريقيا بالتعاون مع جامعه اوكسفورد، المجال بتاعه فيزيكس. لو شفتوا المعرض بتاع ابحاث الفضاء هنا ده، حذيفه اللي بيدير المعرض ده واحد من الطلاب بتوعونه. فدكتور حسن عبد الله ده من الناس يعني اللي قدم لنا كان محاضره مهمه جدا عن حياه وانجازات ستيفن هوكنز، مذكرين الزول عالم الفيزياء المات، موجوده المحاضره في القناه بتاعتنا في اليوتيوب. بالتالي يا اخواننا احنا مش مجموعه بس يعني بتاعت منح ولا لغات ولا كده، مجموعه في التثقيف العلمي. يعني اي حاجه بتحصل ايفنت بيحصل، والليله دكتور فهد ده قدامكم باحث في الطاقه الذريه هيورينا الاستخدامات السلميه للطاقه الذريه. اول امبارح ولا امبارح في المؤتمر الصحفي بتاع المجلس العسكري قالوا انه في تسريب اشعاعي وما عارف شو مش كده. طبعا الزول بيتكلم كلام زي، لو سالته تسريب اشعاعي يعني شنو بكون عارف، لكن حنوريه هنا الليله لانه الباحثين هنديل موجودين. تمام. عشان ما ياكلوا يا اخواننا راس الناس، احنا مهمتنا التوعيه والتنوير كباحثين، مهم جدا انه الناس تكون بتاخذ قراراتها بناء على العلم والبحث العلمي، وغير كده ما حنمشي لقدام. مدنيه دي معناها تاخذ قراراتك بالبحث والعلم. تمام. عمران عبد الرحيم، عمران عبد الرحيم هارون باحث اقتصادي عمل ماجستير بتاعه معهد الدوحه للدراسات العليا، موجود في الدوحه حاليا، ويشتغل مع مؤسسه قطر فاونديشن، ومن الناس اللي بينزلوا منح دراسيه وفرص بتاع التدريب ما بتلقوها في حته ثانيه، لانه بحكم شغله في الحته اللي هو قاعد فيها عنده اكسس لحاجات ما في زول ثاني بيلقاها، بينزلها كل يوم في المجموعه. لما نعاين للتفاعل بنلقاه بسيط، معناه شنو؟ مع الناس ما عارفين الزول ده وممكن يساعدهم شنو. عمران في نفس الوقت مدير مع بعض الشباب الثانيين لمجموعه الدراسات الانسانيه والاقتصاديه، اللي هي موجوده ضمن المجموعات الفرعيه بتاعت الباحثين السودانيين. المجموعات دي فكرتها كالتالي: كل زول ماخذ منحه دراسيه يتخرج منها ولا حاليا في المنحه، بنعمل له مجموعه بيدير المجموعه دي. لو في زول سال من المنحه التركيه يمشي هناك، ده احسن زول يجاوب لك.
الانترفيو في السفارة، ما أعرف أقول شنو، الأوراق بتاعتي ناقصة، الامتحان بتاع اللغة. ده أفضل زول، لأنه زول أسي حاليا هو في المنحة ولا تخرج منها قريب. تمام. طارق تاج الأصفية، طارق برضو من الناس اللي عملوا ماجستير وفرصة بتاع التدريب في جامعة كورنيل، واحدة من العشرة جامعات الأوائل في العالم. وحتى في المؤتمر بتاعنا مع جامعة النيلين كان منقول مباشر معه يعني، والمحاضرة موجودة في القناة بتاعتنا في اليوتيوب. تمام. محمد آدم البكر بشير، باحث في ألمانيا في جامعة كولون. محمد خريج هندسة مدنية. إخوان الناس اللي ذكرناهم ديل فيهم عدد من الناس أوائل شهادة سودانية، الناس اللي ورا ديل. محمد ده واحد منهم، تورالينا ومحمد آدم، وكان معنا خالد عثمان الفيل، وكان معنا دكتور حسن حمدو. ديل كلهم أوائل شهادة سودانية، كلهم في مراحل الدراسات العليا انضموا للإشراف عشان إنه يساعدوا منه الشباب والطلاب والطالبات، لأنه ديل جزء من مجتمعنا. إحنا لو ما ساعدنا بعض ما بزر بيساعدنا، مش كده؟ في دكتورة دينا أستاذة جامعية في السعودية، وفي دكتور محمد التاج أستاذ جامعي في كيب تاون في جنوب أفريقيا، وفي ده بتاع رياضيات ودينا بتاعت قانون، وفي ناس هنا ده في السودان برضو اسمهم ندي. يعني في عدد من الناس أنا ما مستحضر اسمائهم، لا الفايل ده ما محدث سي قدامي، لكن يا أخوان المشرفين بتوع الباحثين السودانيين، لو أنت مشان شفت كل واحد متخصص في جنوب، انت في الغالب ما حتمشي تسأل زول تاني بعدهم، ما حتفوتهم. لكن لو درت تفوتهم اوكي، المجموعه الكبيره موجوده بنتفاعل فيها صح، ودي المجموعات الفرعيه. المجموعات الفرعيه كالتالي، دي الانشطه بتاعتنا اللي هي فيها ورش عمل. عندنا ورشه كامله يا اخواننا فيها سلسله بتاعت فيديوهات كيف تكتب بحث علمي وتنشره، قدموا فيها 14 دكتور، كل دكتور يتكلم عن موضوع. واحد يتكلم عن ريسيرش اسكس، واحد يتكلم عن كيف تكتب الورقة ذاتها من في الدراسات الإنسانية، واحد كيف تكتبها في الدراسات الطبية، واحد كيف تكتبها في مجالات الهندسية. ده كله موجود، مرجعية كاملة. اخوانا بدل ما تحضر لك لايف ولا تحضر لك ما عارف غنية ولا تحضر لك بتاع، مرة احضر لك محاضرة من محاضرة الباحثين السوداني دي. اهم حاجة فيها شنو؟ انه ده سوداني بيتكلم معك. انا ممكن امشي اشوف زول ماخذ جائزة نوبل بيتكلم في موضوع شنو ولا بتاع، بيتكلم بالانجليزي لجماهير انت احتمال تكون في الرادار بتاعه ما موجود. لكن السوداني بيتكلم معاه جدا، لانه في مخيلته طلابه، في مخيلته اساتذته، في مخيلته اخوانه ابنائه الى اخره. فدي الحته المهمه بتاعت انه التواصل في المحاضرات بتاعتنا بنحاول نخليها السوداني لسوداني، سودانيه لسوداني الى اخره. تمام. في ورشة عمل نوعية عملناها، قلنا اخواننا الدكاترة ديل، دكتور انور ودكتور فهد ودكتور، كل واحد شايل لنا الدال دي ولافي بيها. تعال وريني انت في التاني شنو يعني. عملنا ورشة عمل، كلمني على الدكتورة بتاعتك. ورشة العمل دي كل الناس الجو يتكلموا فيها دكاترة، كل واحد يتكلم عن بحثه. ودي الحاجة الأساسية، هدف المجموعة دي هي إنشاء فهرس للباحثين السودانيين وبحوثهم. دارين نعرف منو اللي قدم شنو، حلول لمشاكلنا، وينه، مش كده؟ بعد ذاك في ورشة عمل المنح الدراسية والدراسة في الخارج، دي برضو سلسلة بتاعت فيديوهات. في سلسلة بتاعت بحوث الملاريا، الناس المتخصصين في الملاريا السودانيين الموجودين في ألمانيا وفي إنجلترا وفي اليابان كلهم يتكلموا في سلسلة 4-5، ودخلوا معاهم يعني بروفيسورات محاضرين من جامعة أكسفورد وكامبريدج وحتات مختلفة. تمام؟ في سلسلة مهارات البحث، ودي فيها بروفيسور عبد الباسط مريود، بروفيسور بجامعة جدة، قدم من ألف للياء كيف تكتب ورقة علمية، حتى سماها الدورة فن كتابة البحوث العلمية القابلة للنشر. في نفس السلسلة دي قدم لنا بروفيسور نمر عثمان البشير كيف تكتب مقترح الدكتوراه، وكيف تكون الفترة بتاع الدكتوراه بتاعتك دي فترة ناجحة. يا أخوان أعلى معدل بتاع انتحار لطلاب دكتوراه موجود في أفضل معهد في العالم MIT، لأنه ستريسفول. الدكتوراه دي حاجة حارة موت أحمر، أي زول عمل دكتوراه بيعرف. فكيف إنك تقدر تدير الفترة دي بحيث إنك تطلع منها سليم ومعافى يعني؟ ما في السودان هنا أخواننا في دكتورات بدون مجاملات ساي يعني، فالزول بتلقاه جايب حلاوته قبل ما يناغي ذاته، وزع عليك على الجماعة وبتاع. ومن ما سجل في الدكتوراه طوال الناس بدأت في شنو؟ يا دكتور يا دكتور. لكن الزول العمل دكتوراه في حتة فيها جودة بيعرف إنه الموضوع ده مجهد جدا وستريسفول. فبروفيسور نمر ده هو باحث نمرة واحد في العالم، في العالم في مجال الأويل أند غاز، النفط والغاز. هو موجود
مدير لمركزين بتوعهم بحث في جامعة تكساس اي ان ام في قطر. قطر دي الغنى بتاعها ما بترول، غاز، الغاز المسال المضغوط ده، وبيصدروه للعالم كله مش كده؟ فده الزول اللي بيطور في البحوث دي، ده الزول نمره واحد، قدم محاضرة موجودة في اليوتيوب. احنا زي ما نقول والله في ناس عندهم جائزة نوبل وقدموا لنا، احنا وعندنا ناس top of their fields وبرضو قدموا لنا. الناس تستفيد من حتى لو ما مجالك ما متخصص، هو الزول ده بيقول في شنو تجربته شنو مش كده؟ في سلسلة سيمينارات مشتركة اللي هي مع تريندين افريكا، قلنا الشبكة دي اللي فيها ناس علماء من كل الحتات، السلسلة دي فيها بحوث قيمة جدا جدا جدا، الناس ترجع للسلسلة وتشوفها موجودة كلها في اليوتيوب. ده الموقع بتاع الباحثين السودانيين في الانترنت اللي هو S-RF، شكلكم ما شايفين، مش فيني ساي S-RF.org، ده الموقع بتاعنا. الموقع بتاعنا ده اخواننا عملناه وعشاننا، ماشينا حاجة جاهزة. خالد الشفيع قبل قلت لكم ذاك عمل الموقع ده عشاننا، عشان نجاوب على سؤال مهم، ما هو إسهام السودانيين في البحث العلمي في العالم؟ بالتالي محتاجين الباحثين يخشوا يسجلوا ويخدوا البحوث بتاعتهم ويرصوها. هنا بنقدر نجاوب على السؤال ده. نمرة اثنين، عندك كتب مكتبة في البيت؟ خدت لنا العناوين بتاعتها. بالتالي أنا عندي كتب وإنت عندك كتب وبتاع، كوننا مكتبة إلكترونية. أنا بدل ما أمشي أحاول أنزل لي PDF ولا بتاع، يا أخي أنا ما عارف فلان ده عنده الكتاب ده صح؟ ما بتروح مش أشتريه وأنا، ولا فلان يخسلفني كتاب. فالموقع ده معمول بطريقه بحيث انه يجاوب على اسئلتنا الدايرينها نحن. من ضمن الحاجات اللي هي من هم نجوم واعلام البحث العلمي في السودان؟ اللومنريز. عندنا صفحه مخصصه لهم، انت ممكن تاخد نفسك وممكن ترشح زول ثاني وطوالي تنزل. والحاجات دي اخواننا ما في اي حاجه صعبه، اسهل من انك تعمل ايميل، انك تعمل حساب في موقع الباحثين السودانيين على الانترنت. اسئله الاعتصام بتاعنا ده، كل الانشطه بتاعتنا موثقه في sitin.srf.org. اي حاجه بتحصل هنا مبسوطه لايف بتمشي تلقاها هناك، نادي الانجليزي، نادي الفرنسي، الجلسه الحواريه كلها موجوده بهناك. في النهايه الفيسبوك نظام مغلق الا تخش جواه عشان تعرف حاصله صح. الويب سايت من جوجل بيبرد تفتش بتلقاه طوالي تمام. ده الموقع. عند المنشط الصيفي، المؤتمر السنوي، برنامج ارشاد اكاديمي تمام، في كتاب اسمه الدليل الارشادي لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا في السودان PDF ومطبوع، دي كان فكره وتنفيذ خالد عثمان الفيل، موجود الكتاب ده. انت كطالب في الجامعه مفروض تشيل الكتاب ده من تختار تخصصك كيف. في سلسله برضه في اليوتيوب اسمها سلسله اختيار التخصص الجامعي، بنجيب زول مهندس ميكانيكي يقول له تعال اشرح تخصصك ده شنو، يقول والله تخصصي كده كده، طالب الشهاده اللي امتحن طوال يجي شوف التخصص ده، هندسه ميكانيكا هتعرف انت هتشتغل شنو، مجالاتك في الدراسات العليا، بحسبش المجال المهني. في اي اسئله كثيره جاوبت، ما في داعي تسال منها. هسه كل امتحان شهاده سودانيه ينتهي والله المجموعه بتبقى، اقول لكم زي شنو يا اخوان، انا امتحنت هذا بجبت 80 وداير اقرا تقنيه معلومات، رايكم شنو؟ سؤال ثاني، والله يا اخي ما هي افضل كليه اقرا فيها صيدله غير الرباط؟ اسئله عايمه كده ما بتعرف ذات الزول ده هو داير شنو. اسئله بتاعت امهات لابنائهم، ابهات لاولادهم، ولد داير يقرا طب، امه دايره يقرا هندسه، الكلام ده كله يا اخوانا تجاوب عليه. بس يفترض انه الناس ترجع للسلسله بتاعت الفيديوهات، لانه 10 سنوات، العشر سنوات احنا شغالين اكتفلي. اسي برنامجنا في الصبه هنا ما وقف ولا يوم صح؟ الكهرباء لما انقاطعه احنا شغالين. ليه؟ لانه عندنا التزام تجاه مجتمعنا، لازم نحققه بصوره كامله يعني. دي القناة بتاعت الباحثين السودانيين على اليوتيوب. ده كان لقاء عملناه اسمه Meet the Admins، فيه بتلاقي المشرفين بتوع الباحثين السودانيين وتسألهم أسئلة مباشرة. في ناس يا اخوان عندهم حاجات في راسهم كده انه والله يا اخي نزلت البوست وما جاوبوا لي قاصدني، وانتوا والله بس الكنداكات بس بتنزلوا لهم البوستات، ونحن حتى كلام فارغ يعني. انت في مجموعة فيها 447,000 ولا 74,000 يا اخي، انت انا اكون قاصدك لشنو يعني؟ ما في شيء بخلينا اكون قاصدك صح؟ فعشان تشيل الاوهام دي من راسك، اعرف الناس، اعرف دمنه وهو جاي هنا لشنو، مؤهلاته شنو. في الفيسبوك، الفيسبوك اتعمل نظام ما اتعمل عشان الباحثين السودانيين، اتعمل عمله مايكل زوكربيرج عشان حاجه محدده في راسه صح؟ احنا استغلينا البلاتفورم دي، المنصه دي، وطوعناها بما يخدم اغراضنا، لكن لسه فيها ادوات كثيره ناقصانا ونقدر نستخدمها. منها انه انا لما اشوف اسم زول ما بعرفه دكتور ولا بروفيسور ولا طالب صح؟ فما ممكن طوال اقوم هاجم الزول، انت انوار، تقول انوار بالالف مش انوار، يا انوار انت مالك ما نزلت لي البوست بتاعي،
ولا انت يا صاحب اللايف ما عارف شيء كلام زي ده. فاخواننا عارفوا الناس لانه احنا حاجاتنا دي كلها قائمه على محبتنا لمجتمعنا. والله العظيم بنحب مجتمعنا وعايزين نخدمه بافضل طريقه. يعني نقول الكلام ده كل يوم وما نسعد منه نكرره. يعني شكرا لكم. دي المجموعات الفرعيه بتاعت المنح الدراسيه. لو انت داير منحه دي الحته المفروض تمشي تنزل فيها. داير منحه بتاع الفولور برايد بتاعت امريكا هندي من مجموعه. المشرفين علينا فرين اخذوا المنحه بتاعت امريكا وتخرجوا منها وقاعدين هناك. اسالهم اي سؤال. احنا اخواننا استضفنا الزول المشرف على المنح في السفاره الامريكيه. جبناه في جامعه الخرطوم في ورشه المنحه الدراسيه. قالت يا اخواننا السودانيين ما قاعد يقدموا. امريكا فيها 3750 جامعه. 3750 جامعه. المنحه بتاعت فولور برايد دي واحده من المنح دي كلها. يعني لو في كل جامعه قدم فيها سوداني واحد يفترض الليله يكون عندنا 3750 باحث في منح دراسيه في امريكا. وكان ده ما حاصل. في اقل من 100 ولا 200 نفر واخدين منحه بتاعت امريكا. معناها شنو؟ معناها ان احنا عندنا فجوه في التاهيل لانك تحصل على منحه في امريكا، صح؟ الفجوه دي نسدها كيف؟ بالجروبات الثانيه، الجروب بتاع الايلتس، الجروب بتاع الارشاد الاكاديمي، الجروب بتاع المجموعه الرئيسيه. يعني برضو لو عندك انت قصور ان احنا بنحاول نسد الثغرات دي. المجموعه دي يا اخواننا انتشرت وبقت كويسه. وهناي ليه؟ انتشرت وبقت كويسه لانه الجامعات بتاعتنا فيها مشكله. مش لانه احنا خطيرين، لانه في مشكله في حوجه، صح؟ الاساتذه كلهم سافر السعوديه وقطر والامارات وبتاع، والطلاب هنا بيقولوا فين صينيه؟ معدل الاستاذ للطلاب قليل جدا جدا، استاذ واحد قصاد ما اعرف 200 300 400 طالب. في حين انه في الجوده افترض انه استاذ قصاد 40 طالب. بتقدر تتكلم معاه انت ان شاء الله في يومين كلهم. الليل رئيس قسمك بتلقاه بماجستير في الجامعات الحكوميه، صح؟ في الكليه كلها بتلقى فيه بروفيسور واحد ولا اثنين. انا الكليه اللي اتخرجت منها في كوريا الجنوبيه اللي عملت فيها الماجستير والدكتوراه في الديبارتمنت بتاعتنا بتاع كمبيوتر ساينس، بس كمبيوتر ساينس في 90 بروفيسور. ديبارتمنت واحده دي في كليه الهندسه. انت بتتكلم على شنو؟ على جوده ما في. عشان كده مقدرين انه الزول ما يسال في المجموعه. الزول ده لو كان عنده حته ثانيه يزعل فيها ما كان جاك. فعشان كده تمسكه من يده تاخده وتجاوب له. وهنا ده مناشده للاكاديميين والباحثين والبروفيسورات والخبراء في المجموعه. يا اخواننا الطلاب ده بيجيكم راسهم لافي. ما تصدروهم وما تخشوا معاهم في مشاكل شخصيه. يعني لو في طالب عمل اي حاجه قال لك مصطلح ما عارف شنو حاجه ما عجبتك انت زول كبير وبتاع، اخده كولدك كود اخوك كود اختك. الزول ده خذ بيده وصله للدرب عشان لما يصل مرحلتك دي ان شاء الله يكون افضل ويزيد ناس ثانيين. يعني دي مجموعه المنحه التركيه. هنا المنحه بيجاي وهنا بتلقوا الناس المسؤولين منها. هنا المنحه الكوريه. زول ده يعمل دراسات عليا في كوريا. دي المنحه اليابانيه. المنح الجامعات السعودية، المنح الإيطالية، الدراسات العليا في كندا، المنح الدراسات الاقتصادية والإنسانية، مجموعة الدراسة في الهند، إعلانات المعاهد. يا أخوان المعاهد بيجوا يحاولوا يعلنوا في المجموعة الكبيرة. المجموعة الكبيرة ما فيها إعلانات، فيها إعلانات وفقا لبروتوكول محدد. إنك أنت صاحب معهد بتجيني دار تعلن عندي تديني منح للناس الأعضاء بتوع المجموعة. وبالطريقة دي إحنا قدرنا ندرب كمية من الأعضاء مجانا. لأنه ما كل الناس عندها إمكانيات. يعني احنا عارفين ان احنا بلد فقير والناس ما عندها امكانيات. ما بنقوم نحصر الناس، بنحاول نساعدهم. انت بتاع المعهد تعال قول والله يا اخي انا داير اعلن عن الحاجه الفلانيه، ادينا 5 مقاعد مجانا. احنا بنختار من اعضائنا، بنلزم اعضائنا انت بعد ما تستفيد من المنحه بتاعتنا دي تمشي تدرب زول ثاني. ده المهم. احنا ما دارين منك قروش، احنا دارين نفيدك لكن انت تفيد غيرك. ده يبقى التزام اخلاقي بيننا وبينك. دي مجموعه الطلاب السودانيين في الصين. واسي هم في المنح الدراسيه بتاعت السوار على النفق والمتاريس والخدمات. هم قالوا حيحاولوا يوفروا 500 منحه في الصين. 500 ديل الشباب ديل. احنا مهمتنا كقاده مجتمع انه نعمل الكوردينيشن التنسيق بس ما بين الزول اللي بيمنح والزول الداير. لكن قدم معلوماتك انت داير شنو؟ امكانياتك هسه حاليا شنو؟ وداير شنو؟ ونحن نشوف الزول اللي عنده والجاب ده داير كورس بتاع لغه صينيه، المانيه، فرنسيه، انجليزيه. بنحاول نساعدك برضه عبر الشركه بتوعنا.
فالمجموعة دي ممكن تستفيد منها فائدة كبيرة جدا جدا. أسي لو في زول واقف هنا ده ولا زول قاعدة هنا امتحن الشهادة بس وبيقعد عكليتة ولا بيقعد عكليت من المجموعة دي لحد ما ينتهي من الدكتورة ممكن ما يفارق المجموعة دي, لحد ما تخلص الدكتورة ممكن ما تفارق المجموعة دي, لأنه أي حاجة تدائرة بتساعدك موجودة جوا المجموعة. تمام؟ دي مجموعات متخصصة. في مجموعة بتاعت النيرو ساينتست اللي هو علماء الدماغ والأعصاب سودانيين, مجموعة للنشر في علوم التنقيب في البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والديتا ماينينج, دي مجموعة متخصصة. تمام؟ دي مجموعة بتاعت الذكاء الاصطناعي, دي مجموعة بتاعت دعم لأساسة اللغة الإنجليزية. المجموعة دي هدفك التالي يا أخوانا, في مشكلة بتاعت اللغة الإنجليزية في السودان صح؟ السبب بتاعها قلة الإمكانيات لأساسة اللغة الإنجليزية نفسهم, هم نفسهم ما موجودين في كل المدارس, ما مدربين بصورة كويسة, شوية أساسة صح؟ المجموعة دي دعم للأساسة, يعني انت لو ما أستاذ ما بتخش جوا. المشرف عليها دكتورة إلهام عز الدين, عندها دكتورة في اكتساب اللغات من جامعة سان جيمس في نيويورك. فأنت لو أستاذ إنجليزي بتخش جوا المجموعة دي بتلقى موارد, فرص على التدريب, منح دراسية في مجال اللينغويستكس وإلى آخره. دي المجموعة بتاعتك. الملف ده أخوانا موجود, الملف ده موجود أونلاين, أي زول فيكم ممكن يحصل عليه وسيلة حاليا. تمام؟ مجموعة المهندسين الميكانيكيين, دي مجموعات بتاعت ريسيرش متخصصة, مجموعة البايوميديكال, مجموعة الدراسات البحرية, مجموعة النانو تكنولوجي. تمام؟ مجموعة الدراسات الإحصاء, مجموعة النظم الجغرافية والريموت سينسينج, مجموعة الترويج للعلوم اللي هو الساينس كوميونيكيشن, دي واحدة من أهم الحاجات اللي عندنا فيها ضعف في العالم النامي كله, إنه كيف تربط ما بين التجارب اللي بتحصل في المعمل وما بين الزول هنا ده جاب ست الشاي يكون عارف الموضوع شنو. تمام؟ في مجموعة للوظائف والتشبيك, لو داير وظيفة ولا عندك وظيفة داير توظف لها ناس, دي المجموعة اللي بتعلم فيها, مجموعة متخصصة للموضوع ده يعني, وفيها ناس بيوروك كيف تظبط السي في بتاعك وكيف تجهز للانترفيو, وناس خبرة ده مجالهم بتاع اتش ار, شغالين في المجال الاكاديمي والمجال المهني. تمام؟ في مجموعة متطوعين بيمشوا المدارس يشرحوا التخصصات الجامعية للطلاب, يعني لأن صار الطلاب في مدارسهم قبل ما يجونا في المجموعة يسألوا أنا دار أقرأ طب وين وبتاع, جوا المدرسة تمشي تتطوع تقول يا أخوانا أنا مجالي لغة إنجليزية, دار أوريكم اللغة الإنجليزية دي تقرأ فيها شنو, تتعلم شنو إلى آخره. فأي واحد فيكم دار يتطوع دي المجموعة تتطوع. بنحاول نربط يا أخوانا ما بين الأوفلاين والأونلاين, يعني ما مجموعة بس في الفيسبوك. في ناس كتار بيقول لك إنه بالله أنتم موجودين والله قال لكم مجموعة بتاعت فيسبوك بس, إحنا فيسبوك صح لكن موجودين في أي منشط ولا في إن دعا داعي الفداء لم نكن طوال بنكون قاعدين في الحتة اللي بنقدر نقدم فيها. دي مجموعة بتاعت الناس المهتمين بمجال الـ NGOs, دار تشتغل في UN, UN عندها برنامج اسمه UN Volunteers, بتمشي تتطوع هناك وبعد ذاك هم بيستوعبوك. في المجموعة دي أخواننا في زول كان مدير برنامج المتطوعين بتاع الأمم المتحدة في شمال أفريقيا كله, موجود داخل المجموعة وقدم لنا محاضرة في اليوم العالمي للتطوع وموجودة في اليوتيوب, أسي موجودة. بالتالي لما تيجي تظهر في المجموعة الكبيرة معناها شنو, انت ما سألتها, ما عملت سيرش, ما فتشتها, فدار تستفيد من المجموعة اعمل سيرش. تمام؟ في زول متخصص في برامج اوريكل بتاعت قواعد البيانات اللي اسمها اوريكل HRMS, دي برنامج اوريكل المتخصصة في الموارد البشرية. الشهادة دي لو اخذتها المرتب بتاعك بيبدأ من 15,000 ريال سعودي وانت طالع, اي زول عنده, وما بالضرورة تكون قاري بورا عارف, ممكن تيجي تاخذ الدورة وتمتحن تاخذ الشهادة وتمشي تشتغل طوالي. الزول ده اللي هو عباس عبد الملك قدم لنا الدورة دي مجانا, وكل ما يجي من السعودية هنا إجازة قاعد يقدمها مجانا. فلو داير تاخذ البتاعة دي خش المجموعة, اسمها مجموعة مستشاري ومطوري ومبرمجي أوريكل, أنظمة أوريكل. أي حاجة لها علاقة بإجراءات الخدمة الإلزامية أنا وثقت شهادتي وما أعرف قالوا لي شنو, عندها مجموعة متخصصة. تمام؟ أي حاجة لها علاقة بالامتحان بتاع رخصة قيادة الحاسب الآلي الـ ICDL عندها مجموعة, وعندنا مدرب متطوع يا أخوانا بيدرب الناس. آخر مجموعة دربها آخر زول في المجموعة دي حصل على الشهادة بتاعته كان الأسبوع قبل الفات, آخر زول
كل الناس اللي اتدربوا معاه كلهم حصلوا على الرخصة، والرخصة دي بتساعدك كتير جدا في الشغل بتاعك بغض النظر عن كان مجالك شنو. في مجموعة اسمها الباحثين السودانيين في تنمية الشباب، هي مجموعة انشأ أبو بكر من الله، وقام ضم المجموعة للمجموعات الفرعية الباحثين السودانيين برضو موجودة تبع المجموعات. عندنا مجموعة الأطباء البيطريين، البحثي البيطريين، وعندنا مجموعة الصيادلة. مجموعة الصيادلة دي بتقودها اللي هو الدكتور إيناس أحمد السيد. أحمد السيد دكتور إيناس هي عضو هيئة التدريسية على الجزيرة كلية الصيدلة، وهي قائدة بحث علمي عن تصنيف النباتات والمواد الصيدلانية في السودان. ونحن وقعنا اتفاقية عديل ما بين الباحثين السودانيين وجامعة الجزيرة عشان نطور البحوث الصيدلانية في السودان. فلو انت في المجال بتاع الصيدلة دي المجموعة بتاعتك المفروض تكون موجود فيها. الهاشتاجات، لو عايز تفتش على الأنشطة بتاعتنا بالهاشتاج، في الهاشتاج الأول ده SRF underscore webinar، ده كل المحاضرات بتاعتنا الأونلاين، و SRI webinar، SRF summer دي فيها الأنشطة الصيفية، SRF live أي live فيديو زي ده فيه الهاشتاج. لما تعمل كده بتجيك كل اللايفات اللي اتعملت قبل كده. دي لسه 24 صفحة مرينا عليهم بسرعة. دي المجموعة عنوانها في لقاء يعني إعلامي عن الموضوع في لينكدين بتاع الشبكة بتاع المهنيين. عندنا مجموعة خش هناك وبرضو أسأل أسئلة هناك. ده الموقع بتاعنا. ده آخر مرة حدثنا الملف ده وكان فيه 318 ألف عضو. الليلة حاليا بتكلم على 474 ألف عضو، مختلف تماما. لو في أي حاجة يا أخواننا سؤال ولا كده عن كيف تستفيد بأقصى درجة مجموعة الباحثين السودانيين، فأنا معاكم أسئلة ممكن أجاوب على السؤال. سؤال مجانا حلو. تفضل تعال تعال تعال. أخذ لنا سؤالين بس عشان طوال البرنامج بتاع اللغة الإنجليزية يبدأ، ليه البرنامج بتاعنا حافل يعني. مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله. مناضل ربيع، أنا بسأل الدكتور عن كيفية استيعاب طلاب الشهادة السودانية اللي ما حصلوا عليه يعني الظروف ما سمحت لهم إنهم يدرسوا جامعات. فمن المحور ده ياريت تكلمنا، زي ما معروف إنه النظام دمر التعليم بصورة غريبة شديد. يعني عندنا حتى الزول بيقول لك ساقط إنجليزي، ساقط رياضيات، ساقط حاجة، يمشي يعيد ويقنع وكذا. فأنتوا بدوركم كتجمع الباحثين السودانيين كيف بيتم التنسيق معاكم في حاجات زي كده؟ أشكرك شديد. لا يا أخوان، السؤال ده موجود كثير جدا جدا. النظام بتاع التعليم بتاعنا الموجود لو 300 سنة ما تغير. النظام بتاع اللي هو بيقيس المقدرة الأكاديمية بتاعتك وبيحاكمك عليها، انت كويس في الرياضيات، في الانجليزي، في شنو، تمتحن تخش الجامعة صح؟ سقطت انجليزي، سقطت رياضيات، سقطت دين، انت ما نافع، حاكمك بمادة واحدة. بينما النظام الكويس يفترض انه يشوفك انت كويس في شنو ويلزك فيه بما فيه التعليم اللا أكاديمي، التعليم التقني والتعليم المهني، مش كده؟ معظم الناس الاتجاه بتاعه بيكون اكاديمي. دي برضه لحاجه سوشيال ستيغما، كل الناس هتبقى مهندسين واطباء وصيادله وكده وبتاع. كتر خيرك يا اخي. فالنظام الاكاديمي بتاعنا دار الناس يمشي في اتجاه محدد. الكلام ده ما في السودان بس، في كل العالم، في امريكا بيشتكوا منه، في انجلترا بيشتكوا منه الى اخره. وطلعت نماذج كثير جدا للمدارس المختلفه، في حاجه اسمها الكلاود سكول، في حاجه اسمها الاستديو سكول، في كميه الاوبن سكول، دي كلها يعني زي الجامعه المفتوحه دي. لكن لو انت ده فعلا مصير انك تكون في المجال الاكاديمي وعارف نفسك داير شنو، امتحن ثاني شهاده سودانيه. دي حاجه بنقولها للناس. بيجي الواحد يقول لك يا اخي اسمع، انا والله داير لي فرصه بتاعت اخش الجامعه الفلانيه يجيب لوني كده. يقول لك الجامعه الفلانيه ده تدفع لك 20 مليون في السنه، امتحن ثاني خش الجامعه الحكوميه، مش كده؟ يقول لك يا اخي لا والله يا اخي اقعد السنه لي سنه. بتقول لي انت عسى تعيب لك ناس ب 100 مليون تدفع لك خمسه سنوات 20 مليون كل سنه، منو اللي حيتحمل الكلام ده؟ انت في يدك انك تمتحن شهاده مره ثانيه. لكن الاهم من ده اعرف نفسك انت داير شنو.
يا اخوان نعرف نفسك داير شنو دي الناس بتضيع فيها سنوات كثيره. زول يخش يقرا هندسه 5 سنوات وبعد ذاك يكتشف انه القصه ما نافع معه. يخش طب يخش صيدله ويكتشف انه المساله ما نافع معه. في القصه بتاع الارشاد الاكاديمي. الدول زي امريكا الجامعه هي اللي بتختارك مش انت بتختار الجامعه. يعني لو برزت جبت درجه عاليه وفي واحده اسمها امنيه انا بعرفها في امريكا دي الجامعات جت قدمت لها اوفرز قدمت لها عروض. ده يفترض الجامعه احنا جامعتنا دي يا اخواننا قاعده دقه قديمه يفترض كلها تسقط بس وتاني تجي تتعاد تاني يعني. والله الجامعات بتاعتنا دي قاعده يا اخواننا بصوره يعني قديمه وما ما في جامعه بتجيك تقول لك يا اخي تعال انت بتنفع في هندسه لا انت بتنفع في طب ولا كده مش كده. بتخش انت الكليه في نص الفتره بتقول يا اخي اسمع انا داير ميكانيكا انا في مدنيه داير امشي من كده يقول لك في مقعدين بس. يا اخوان انا داير ميكانيكا يقول لك لا والله في مقعدين بس والمقعدين ده لا انت ما تنفع معانا. تلقى نفسك تميت مدنيه وانت نفسك في ميكانيكا صح. دي حاصله كتير جدا في جامعاتنا ودي مشكله كبيره جدا جدا. ثاني حاجه المساله بتاعت الشغل الجاب ما بين الامتحان الشهاده السودانيه للجامعه يفترض الناس تشتغل. الحاجة دي أنا ما عملتها أنا شخصيا لكن اكتشفتها وأنا كبير. فترة الشغل دي بتخليك تعرف أنت داير شنو. كنت بقول لطلابي في جاردن سيتي يا شباب افتحوا جريدة الوسيط شوفوا أي شغل ممكن ينفع معاك امشي اشتغل فيه. حسبكم هندسة اتصالات بتاع اي تي شوف لك شركة ولا حاجة اشتغل فيها. اتأكد تماما إنه الحاجة اللي تقراها دي أهل حاجة اللي بعدين تقدر تشتغلها. أعرف المجال ده بيدك بشغلك ما بانه والله عممنه وخالمنه وصاحبي ما عارف شنو. مهم جدا جدا انك تسوي الحاجه دي بيعملوها الطلاب الامريكان. شفتهم في كوريا الجنوبيه بيجي يدرسوا لغه انجليزيه عشان يدفعوا اللون بتاعهم. هناك النظام الدراسه طبعا احنا مدلعين في السودان. امك وابوك ولا عمك ولا خالك ما يدفعوا لك قروش الجامعه صح؟ في امريكا بتدفع قروش الجامعه براك. بتاخذ قرض بتدوق قرض اسمه ستودنت لون. بتدفع وبفيه المصاريف بتاعتك وسكنك والى اخره. اول ما تخرجت اشتغلت طوالي بتسدد راجع لورا. عشان كده النظام الراسمالي بتاعه كل الناس مديونه فيه. كل الناس محترمه ومنضبطه وكل الناس بتشتغل ليه؟ لانك انت مديون مش كده؟ هنا نحن عندنا الميزه بتاعت الناس بتحب العلم وبتعلم اولادها بيدفعوا لهم. مش كده؟ يبقى بالتالي انت ما عليك هم ادفع قروش الجامعه كيف؟ لكن عندك هم اختار التخصص اللي بينفع معاي. اشتغل. الفترة ما بين امتحان الشهادة السودانية لحد ما تطلع النتائج دي فترة طويلة بتشغلك. اشتغل فيها واعرف المجال اللي دايره. نمرة 2 امتحن شهادة سودانية ثانية. ما قديت مادة مادتين ما في مشكلة. في زول جه قدم هنا ده عن ريادة الأعمال وقال إنه توماس أديسون قال والله يا أخي أنا مش فشلت 10,000 مرة. أنا عرفت 10,000 طريقة ما ناجحة. بعد ذاك عرفت الطريقة اللي بتنجح تنور المصباح ده مش كده؟ يا اخي بتعيش هذا مره ومرتين وثلاثه واربعه المشكله شنو لاحق شنو؟ لكن في النهايه هدفك الدايره النجاح ده ما عنده عمر. اصر على الحاجه بتاعتك يا اخواننا ان احنا دايرين نساعد لكن ما بتقدر تساعد زول ما داري يساعد نفسه. نهائيا الزول لو ما داري يساعد نفسه ما بتقدر تساعده. ثاني حاجه في العجله والشفقه الزول بيكون داير الحاجه اسي ولا ما دايره؟ ما بينفع all or none دي ما بتنفع يا كله يا ما داير ما بتنفع. الزول المرشد الاكاديمي ده لما يديك نصيحه بيديك ليها بناء على خبرته بناء على انه السؤال ده يسال له 30 40 مره من ناس مختلفين عرف الظرف بتاعهم ظروفهم الاسريه امكانياتهم الماديه الى اخره وقام اداك نصيحه. انت تخش كورس بتاع انجليزي وتمتحن شهاده ثانيه. الكلام ده لو عملته انت في الغالب تمشي في التراك الصحيح. تقول انت ما تاخذ النصيحه وتمشي تعمل الحاجه اللي في راسك. طيب جيت سالته لشنو؟ مش كده؟ فيبقى يا اخواننا المرشد الاكاديمي لما يديك نصيحه وخذها. لو ما داير تسمع نصيحته ما تزعله من البدايه. ليه؟ لانه حتخش بعد شويه في التحدي ذاك بتاع القلم وابزي البلم، والله وسالته عامل لي فيها بروفيسور وعامل لي فيها شنو وعامل لي لابس كيف وبتاع. حتطلع من الموضوع الاساسي وما حتستفيد شيء يعني. في سؤال ثاني اخير؟ تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. سامي فاروق. مشرف إنتاج في شركة سامكو. أنا خريج بتاع إنتاج حيواني وعندنا مجموعة في الواتساب اتعملت بعد الثورة دي وعندنا حياة كثيرة عايزين نوصلها. فأغلبنا يعني خريجين من 2000 و
2013-2014 جاي لجاي. عايزين يعني ياريت لو تكلمنا عن حاجة بصورة كده كويسة, أنا هسجل الكلام اللي حتقولي هذا عشان نمشي لقدام. يعني عايزين نعمل اتحاد في المقام الأول, وبعد ذاك دارين نعرف كيف نمشي عشان نقود بلدنا لقدام, وبالأخص في مجال الإنتاج الحيواني ده, لأنه دي واحدة من الحاجات اللي بتجد بتدعم اقتصاد البلد ده بصورة كويسة جدا. شكرا جزيلا لك, سؤال مهم جدا وممتاز. قبل كم يوم كان ناس التقانة هنا عاملين فطور, وبعدين في الفطور كان في كلمات بعده وفي شهداء من التقانة ربنا يتقبلهم جميعا وكده, فادوني فرصة بتاعت كلمة. لو ما ادوني لها كنت حقلعها. ليه؟ لأنه هم عملوا تجمع خريجي جامعة التقانة. التجمع ده عملوها سي قبل أسابيع بسيطة. الحاجة الغايبة اللي هي رابطة الخريجين. يا أخوان دور رابطة الخريجين في الجامعات مهم بنفس أهمية الجامعة ذاتها. ليه؟ لأنهم دول الناس اللي بيربطوا سوق العمل مع الحياة الأكاديمية. أنا لما أجي أسأل أحسن لي أسأل سينيري اللي اتخرج من نفسي مجالي, مش كده؟ فأول حاجة جوا الجامعات لازم يعيد تفعيل رابطة الخريجين. الجامعة الكبيرة ذكرناها قلنا اسمها تكساس A&M, خريجينا بتبرعوا بأكثر من $500 مليون لدعم البحث العلمي في الجامعة. مش حاجة خيرية, مش لأنهم ظريفين, لا, لأنه الناس اللي بيبحثوا بيزيدوا لهم قروشهم. بقول لك أنا عندي مشكلة بتاعت إنتاج, عندي مشكلة بتاعت تخزين, عندي مشكلة بتاعت تسويق. انت في جامعتي من الطلاب يا بروفيسور امسك دي قروش اعمل لك مجموعة بحثية, طلع لي بحث كيف انه انا ازيد القروش بتاعتي, ودي القروش بتاعتك, مش كده؟ الكلام ده بيتم في الغالب عبر رابطة الخريجين. اول حاجة الجامعات السودانية لازم تتفعل فيها رابطة الخريجين. فالخريجين بتوعكم بتوع انتاج حيواني نمرة واحد لازم يكونوا في رابطة بتاعت خريجين. خليك من رابطة خريجين الجامعة كلها, رابطة خريجي كلية انتاج الحيواني. نمرة اثنين, أبعدوا من الواتساب. الواتساب ما برنامج بتاع إدارة معرفة, برنامج سيكوينشل بتاع ريل تايم مسجنج. يعني أنا برسل لك رسالة أسي عشان تجاوب عليها أسي, صح؟ برسل لك يقول لك شاف الرسالة, صح؟ لو جيت أفتش أرجع للرسالة دي هتعب جدا عشان ألقاها. نمرة اثنين, قال لو دخلت بمجموعة الليلة والمجموعة دي لها 10 سنوات هل حصل فيها شنو 10 سنوات فات ما عارفة, صح؟ ما في طريقة أعرفها إلا يعيدوا يرسلوها لي تاني. امشوا لبرنامج فيه طريقة إدارة للمعرفة. فيسبوك ممكن لحد ما, لكن الأفضل منها تعمل ويب سايت. ويب سايت يكون فيه منتدى بتاع نقاش, ويكون فيه حتة بتاع تخزين ملفات, في كمية بتاع سوفت وير لإدارة المشاريع, أسانا, بيز كامب إلى آخره. خدوا السوفت وير ده جوا الويب سايت بتاعكم وأديروا فيه المشاريع بتاعتكم. يبقى المشروع بتاع تطوير الإنتاج الحيواني في السودان ده مشروع كبير. الاستراتيجية بتاعته شنو, البوليسي بتاعته شنو, السياسات بتاعته شنو, الإجراءات اللي هنعمل بها دي كلها تخطوها 1 2 3 4, وبعد ذاك ممكن تستقطبوا معاكم ناس من كليات تانية. تاني حاجة تخليكم مفتحين على التعاون. دي حاجة عندنا فيها مشكلة هنا وتكلم فيها دكتور النور حمد, اسمها في نبض العقل الرعوي داخل الراس. كل سوداني في راعي كبير كده, الراعي ده بس بيعمل يشيل في راسه بس وما هو سعيد يشارك لزول ولا يتعاون مع زول تاني, ودي مشكلة ثقافية لازم نحلها. أنا ده ما بعاين للكليات الإنتاج الحيواني التانية في الجامعات التانية كرايفلز. رايفلز يعني منافسين ولا أعداء, ما هلال مريخ, مش كده؟ ما عارف شنو, لا, ديل جزء مني من المجموعة كلها بتاع الإنتاج الحيواني. تبقى إنكلوسيف, تضم لك الناس التانين. أسي الباحثين السودانيين دي ناجحة ليه؟ لأنها إنكلوسيف. ما قلنا والله أنا جاي خرطوم بس ولا السودان بس وفي معرف السودان ذاتها مدنية بس وميكانيكا لا, ومعرف بيجاي سكول لا, هندسة لا. أي سوداني وسودانية مهتمين بالبحث العلمي والأكاديميات تعالوا حبابكم, خلينا ناس يتعاونوا مع بعض. ما كان في طريقة يتعاونوا بها إلا بطريقتنا دي, مش كده؟ من جامعات مختلفة, من دول مختلفة, كلهم بلمهم السودانوية سودانيين بس. ودي حاجة سدارينها لدولة المدنية, مش كده؟ إنه لا للعنصرية ونعم للتنوع ونعم للتعاون. التعاون ده بيخليك انه تجيب خبرات بطريقتك انت, ما عندك تجيب زول من جامعة تانية هو في التوب بتاع الفيلد بتاعه وتدخله لمجموعتك ويقوم يقول لك اخوانا والله فوت عامله 1 2 3 4 5. في حاجات بيكون دار تعملها انت بيكون هو عملها زمان بالنسبة له تاريخ, بيجيب لك زي ما هي يقول لك ما نقدر تعيد انت اخترع العجلة, امسك يا اخي الحياة جاهزة, مش كده؟ نمرة اربعة, خلوا اجتماعاتكم دورية. يعني اعملوا ستراكشر بتاع تنظيم يكون فيه اجتماع دوري الناس يتلاقوا هنده وطوالي ما نقول لايف. اللايف ده عنده سحر يا اخوان, اللايف
عنده سحر. انت لما تدخل معاك الناس من برا السودان انت بتجيب العالم كله في حتتك مش كده؟ نمرة أربعة، خدت لكم هدف عدم وجود الأهداف في كثير من المبادرات بفشلها. يعني نعم وندت لمينا كده وبتاع وبعد ذاك مشينا، ما عندنا هدف ده نعمله بعد ذاك صح؟ خدت لكم هدف والهدف لازم يكون مون شوت. مون شوت دي الحاجة اللي قالها جون كينيدي، قال انه والله احنا خلينا الحدود بتاعت الولايات المتحدة الأمريكية الحدود الجديدة بتاعتنا ما المكسيك وكندا وبتاع، خليناها القمر، شلنا زول من هنا ودينا القمر هناك، فدي مون شوت طاح كده بضرب هناك القمر، دي الحدود الجديدة. خلوا الهدف بتاعكم يكون كبير بحيث انه يستوعب ناس كتار تحت، اي زول يلقى نفسه ما هدف صغيروني انا بقدر احققه بعد شوية خلاص الناس والله ما في داعي لهم، لا حاجة هدف كبير. لو انت عملت الحاجات دي وفي حاجات تانية انا احتمال ما مستحضر راسي ولا ما عارفها، حاجات تانية لو عملتها بتخلي الناس كلها تجي عندك وتكون انت المرجع بتاع الناس. التجمع اللي بيتعامل لسي صبغته في العادة هتكون نقابية سياسية، رابطة الخريجين صبغتها أكاديمية خدمة مجتمع. الجامعة عندها ثلاثة أضلاع بتقوم عليهم، أو التعليم العالي كله تعليم وبحث وخدمة مجتمع. احنا الشغل شغالينه في البحث والإرشاد الأكاديمي وبنشتغل خدمة مجتمع، التعليم ده شغل الجامعة والمدرسة مش كده؟ احنا بنشتغل تعليم لأنه في فجوة في مشكلة، لكن أن احنا وافترض حتتنا شغالين فيها البحث والروابط والتجمعات والبتاع خدمة المجتمع، لأنها هي المرتبطة طوالي بالمجتمع بتاعها. عملوا الحتة دي خلوها رابطة الجزء الثالث الضلع الثالث بتاع خدمة المجتمع، وفي الغالب هتنجح هتبقى المرجعية بتاعت الناس. التجمع ممكن يكون صبغته سياسية، ممكن ناس يجوك ناس ما يجوك، رابطة الخريجين صبغتها عامة أي زول خريج بينتمي لها فبيجي كل الناس بتخدم. يعني ثالث حاجة فكروا في مصادر التمويل، دي حاجة بتفشل كثير من المبادرات من البداية. انت هتجيب قروشك كيف؟ قلت والله دار تشيل من الأعضاء اشتراكات، الاشتراك كم؟ 100 جنيه في الشهر، ادونا 1200 سنة بتاع سنة لقدام. انا واجه اسكك تاني الشهر الجاي يا اخي شباب تقتقوا والله معلش عندي ظرف وما طوالي. اول مرة اديني 1200 استلمت منك بتاع سنة بعد ده مع السلامة، ما قدرت تحضر اجتماعات ولا بطريقتك، انا برنامجي شغال بقروشك دي، تعال في الجمعية العمومية دوك جرس. في حاجات كثيرة اخوانا مرتبطة بالثقافة بتاعتنا العامة في العمل الجماعي. احنا بتوع فورة لبن بتوع النفاير، السيدي لو قلنا نفير نهد القيادة دي كل الناس بتمشي تهدها، السيدي نفير نبنيها كل الناس بتمشي تبنيها السيدي، لكن قلت دارنا نبنيها في 13 يوم في الغالب، او الناس الجوكة واليوم ما هتشوفهم في اخر يوم في الغالب. فيبقى نعرف ان احنا نفسنا ونخطط بناء على معرفتنا لنفسنا، دي حاجة اسم نستخدمها الباحثين السودانيين والحمد لله ناجحة في كثير من الأحيان. هذا والله من وراء القصد، شكرا جزيلا لكم على الاستماع يا اخواننا، ربنا يوفقنا جميعا، السلام عليكم ورحمة الله.